السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله نتكلموا على واحد الموضوع اللي في الحقيقة هو يعني مربط الفرس ديال تربية الأرانب، وهو هل يوجد فعلا ذكر خجول. يعني هذا الموضوع جاني بزاف لي كومونتير، يعني واش بصح كاين ذكر خجول، يعني ممكن انه ما يتزاوجش مع الانثى. في هاد الحالات اللي عندي هاد راه ثلاث ذكور، كاين هاد الذكر هذا راه عاد صغير ولكن راه كيلقح، وهذا عاد صغير بزاف كاع، وهذا هو اللي كنلقح به بابيون. لاحظوا السلوكيات ديالو، مادام ملي قرب قدامه لاحظوا شنو راه كيدير، يعني كيجر السلك وسريع الحركه. لاحظوا هذا شوفوا اسمو راه داير، هذا هو اللي بغيت نتكلم لكم عليه هذا النهار. يعني لاحظوا هذا واخا عاد صغير كيتحرك، هذا يعني في العمر ديالو دابا ثلاث شهور باقي ما هو غير قادر على الـ على الـ على الـ يعني ان يلقح، يعني باقي ما يقدرش يلقح، ولكن الذكر سمو خصو يكون حيوي وخصو يكون كيتحرك بزاف ملي كتكون كتقرب. لاحظوا انني ملي كنحط عليه يدي سمو كيدير، هانتوما ما كيدير حتى شي حاجه. هذا هو الذكر اللي كنسموه ذكر يعني خمول، ويعني ماشي عقم. يعني الانواع ديال الذكور رفيت هضرت على واحد الفيديو اللي كيفاش تعرف الذكر يعني يكون عاقم من النظره الاولى، يعني كيكونوا رجليه فركين، يعني نقولوا هاد الارجل الخلفيه هادو ما كيكونوش متوازيين هكا، انما كيكونوا مفتوحين. هذاك حتى هو كيكون ما قادرش انه يطلع فوق النتوه ويلقح. اما بالنسبه لهاد الحاله هذه ان الذكر كيكون خمول ما قادرش يتحرك، يعني غير كياكل وكي ينعس. بالنسبه للتجربه ديالي كان عندي واحد الذكر في الحقيقه ما كان فيه تعب، يعني في الجهاز التناسلي ديالو ولا في الشكل ديالو، ما كان هو بابيون، لا عفوا كان شانشيلا في اللون الاسود، ولكن كنوا متاكدين انني في الاخر غير بعتو ما كيلقحش، يعني بعتو يعني بالكيلو، يعني شحال انا كان نتمنى انه يلقح، ولكن في واحد الوقت منين جربته، يعني منين بلغ اربع شهور قلت غادي نعطيه النتوى، لقيته كيبقى يدور عليها وما كيطلعش كاع فوق من النتوى، يعني ما كيلقحش ما كيتزاوجش. سمو لهاد الحاله هذه انا يعني اول حاجه كنديرها وهو انه كنعطيه الفيتامينات سوبر لاير. عطيت الفيتامينات لهذا راه كان شي شويه حتى هو كان ضعيف، كان خمول، كان حتى هو بحال هذا الشكل هذا، عطيته الفيتامينات وسبحان الله ولا مزيان. اما بالنسبه لهذه الحاله هذه انا عطيته الفيتامينات، ولكن هو انا متاكد انه ملي غادي يوصل لوقيته ديال يعني التزاوج ما غاديش يلقح. علاش؟ لانه من صغره يعني الطبيعه ديالو كذلك الانسان، كاين بختراس كتلقى واحد مجموعه ديال الاخوه مثلا جوج بنات جوج وليدات، كتلقى ديما مثلا واحد غير راجع اللور وما ما كيجمعش مع يعني الاخوه ديالو، واخا يجيبوا معاهم شي اصدقاء كتلقاه وحيد غير بوحدو جالس. هذاك كيكون يعني الطبيعه ديالو دايره هكاك، ماشي انه يعني ورثها من عند والديه ولا لا، هو داير هكاك. كذلك الارانب كاين واحد النوع، يعني منين تشوفوا تلاحظوا من الصغر ديالو، يعني منين يبلغ 3 شهور تلاحظوا انه ما كيتحركش بزاف وغير كياكل وما كي بلاصتو ما كيتحركش منها، عرفوا مني غادي يكبر، مني غتعطيه النتوه ما غاديش يعني يبقى، هو خص يكون الذكر يكون فحل، سمو المعنى ديال الفحوله، انه يكون كيشم النتوه كيبقى يدور عليها بالجهد، كيبقى يعني يحوم عليها، يبقى يخربش فيها، يعضها، يطلع فوق منها، يعني كاين اللي كيلقح بزاف المرات كيكون فحل، هذا كنسميوه ذكر فحل. اما بحال هذا الشكل هذا من الصغر ديالو حاولوا انكم الى طرات عندكم هذه الحاله في الشهرين الاولى تحسوا به يعني خمول، حاولوا انكم دوزوه للذبيحه او تبيعوه بالكيلو باش ما تضيعوش في التربيه ديالو، لان هذاك الشيء
ديال ديال سيدي ربي يعني كاين كاين اللي الطبيعه ديالو يعني يعني هو هكاك يعني كيتحرك فحل حنا كما كنقولوا فحل اما كاين واحد النوع اخر اللي هو خامول هكا بحال هذا الشكل هذا من الاحسن انكم تخلصوا منه الحلقه ديالنا راه سالات الا كان عندكم شي استفسارات حول هذا الموضوع انا كنرحب بالتعاليق الطيبه ديالكم كنشكركم على التتبع ديالكم للقناه القناه راه غاديه في الاستمرار تكيو على زر الجيم باش تساندونا ما تنساوش باش تساندونا وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقه المقبله.